إلى الإنسان. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على 11 ركعة، لكن كيف كان صلاته؟ طويلة جدا، تتفطر قدماه من القيام. وما يصنعه بعض الناس الذين يقولون إنهم يتمسكون بالسنة، يقال جزاكم الله خيرا على حسن النية، لكنكم أسأتم العمل وأسأتم التطبيق. فالسنة متابعة الإمام في هذا، السنة متابعة الإمام في هذا، لأن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا إمامهم فيما هو أعظم من ذلك، تابعوا إمامهم في إتمام الصلاة الرباعية في السفر، وهو أعظم من أن يزيد الإنسان ركعات في صلاة النافلة، وكل ركعتين منفصلتان عن ما قبلهما. عثمان بن عفان رضي الله عنه في آخر خلافته صار يصلي في منى الرباعية أربعا ولا أقصر، وأنكر عليه من أنكر من الصحابة، لكن كانوا يصلون خلفه ويصلون أربعا تبع الإيش؟ تبع للإمام، فوافقوه في عدد يبطل الصلاة، لأنه إذا كان الفرض ركعتين وزيد إلى أربع إيش يكون؟ تبطل الصلاة. ومع ذلك تابعوه. وسئل ابن مسعود عن هذا قال إن الخلاف شر. ثم إننا نسمع أن هؤلاء الجماعة يبقون في تاركين إمامهم يتحدثون ويشوشون على من حولهم ويتظاهرون بمخالفة المسلمين المصلين في هذا المسجد الحرام أكثر ما يقول المسجد الحرام. وسمعنا أيضا أن بعضهم يشرب الشاي والقهوة والناس يصلون، وربما يطلب بعضهم خرطوم الإبريق في الفنجان ليسمع الناس أنهم يشربون الشاي والمسلمون يصلون. كل هذا خلاف السنة، خلاف هدي السلف. الوفاق بين الأمة أمر مطلوب، وما وجوب الجماعة والجمعة والعيدين إلا مظهر من مظاهر الائتلاف والاجتماع، وما وجوب متابعة الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود والتكبير إلا مظهر من إيش؟ من مظاهر الاجتماع. فالاجتماع أمر مطلوب للشرع، فلذلك ينبغي لهؤلاء الأخوة أن يراجعوا أنفسهم وأن يتأملوا في الأمر وأن يوافقوا المسلم. نعم. في العشر من رمضان في الحرم البعض ما يصلي أول الليل، يبقى في بيته ثم يأتي الحرم آخر الليل، يبقى حتى يصلي 11 ركعة. هذا لم يتابع الإمام، لم يقم مع الإمام حتى انصرف، سيحرم قيام الليل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام ليلة. فالأفضل بلا شك أن يحضر الصلاتين الأولى والثانية، لكن هذا أهو من القوم الذين تحدثنا عنه. نعم. وبعد السلام ثم سلم، انتبه وسلم، فهل يقال كيف انتبه وسلم؟ ما يصحيح أصلا إلى نبه ولم ينتبه، يفارق ويجلس المأموم ويتشهد ويسلم. كان لوحده وجاء بذلك ثم انتبه وسلم. ما في وترين في ليلة. نعم نقول عيد برابع، أصلا نقول لا يمكن أن تستمر، إذا استمر بعد أن ذكر أن هذه هي الثالثة بطل الصلاة. بعد أن سلم منين؟ الثالثة يعني ما هو مشكلة، لأنه لا ما يأتي برابع بعد السلام، لأنه زاد هذه الثالثة سهوا فيسلم للسهو بعد السلام. ثلاثة؟ نعم.
حدثنا عبد الله. إذن الذي يوتر بثلاث ذكرنا لها ثلاث صور، صورتان جائزتان وصورة منهية. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من آل عمران ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله فكنت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. هذا تقدم الكلام على فوائد من فوائده، وفي هذا في هذا السياق الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي ساقه جواز بيتوتة الإنسان عند الرجل وأهله، لأن ابن عباس نام في نفس الحجرة عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالته، وهذا ما لم يعلم أن الرجل وأهله لا يرضيان بذلك، فإن علم هذا فإنه محرم ممنوع. ابن عباس رضي الله عنه ميمونة خالته فهي محرم له، يجوز أن تضطجع عنده ويجوز أن يضطجع عندها لأنها محرم، لكن الذي يحصل فيه الإشكال أنها زوج وزوجه، فهذا هو المشكل، فيقال إذا رضي بذلك فلا بأس، وأما إذا كره ذلك فلا، لا يجوز بيتوته في حجرته. وفي أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتهجد مبكرا إذا انتصف الليل أو قريبا من ذلك، لقول الله تبارك وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ومنها أنه ينبغي للإنسان إذا قام من نوم الليل أن يمسح النوم عن وجهه 3 مرات هكذا 3 مرات كما جاء في هذا الحديث، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران وهي من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب اقرأها كلها إلى آخر السورة. وفي أيضا من الفوائد جواز الوضوء بماء الشرب. من أين يؤخذ؟ من قول الشن المعلق، لأن الشن إنما يتخذ فيه الماء ليبرد للشرب ففيه دليل على جواز الوضوء بماء الشرب، لكن إذا كنت قد استأجرت شخصا على أن يأتي لك بما يكفيك من الشرب فلا يجوز أن تتوضأ به إلا إذا كنت تريد أن تعطيه أجرا فيما لو زاد على مقدار الشرب فلا بأس منه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يحسن الوضوء، أن يحسن الوضوء كمية وكيفية. الكمية أن لا يزيد على إيش؟ على 3، وله أن يتوضأ مرتين، وله أن يتوضأ في بعض الأعضاء أكثر من بعض، كل هذا جاء في السنة. ومن فوائد الحديث جواز الحركة لمصلحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك وحرك ابن عباس،
ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل مثنى مثنى، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. كم هذه؟ خلونا نعد من جديد. ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوقف. كم؟ 13 ركعة، لكنه صلىها ركعتين ركعتين. فهذا إما أن يقال إن هذا صفة من صفات صلاة الليل أن يصلي 13 أو 11، وإما أن يقال إن ابن عباس احتسب الركعتين الخفيفتين اللتين تبتدأ فيهما صلاة الليل، لأن الإنسان ينبغي أن يبتدئ صلاة الليل بركعتين خفيفتين. إذا قام يذكر الله ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين خفيفتين، لأن الشيطان يعقد على قافيته إذا نام 3 عقد، فإذا قام وذكر الله إيش؟ انحلت عقدة. إذا توضأ انحلت الثانية، إذا صلى انحلت الثالثة. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فعل ذلك بنفسه وأمر به بقوله عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا إشارة إلى دفع توهم من توهم في حديث عائشة أنه كان يصلي 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. زعم بعض الناس أنه يصلي 4 بتسليم واحد، وهذا غلط، لأن أولا لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي قال حين سئل عن صلاة الليل إنها مثنى مثنى، والأصل أن فعله مطابق لقوله، هذه واحد. ثانيا أن حديث عائشة نفسها في لفظ آخر بيّنت أنه كان يصلي ركعتين ركعتين، فيحمل هذا الظاهر على ما صلح به أنه يصليها ركعتين ركعتين. ومنها أن هذا يطابق حديث ابن عباس. فإذا قال قائل ما معنى قولها يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، قلنا معناها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 طويلة حسنة بتسليمتين ثم يستريح، ولهذا قال ثم يصلي 4، فيصلي 4 بتسليمتين ثم يصلي 3. هذا معنى الحديث الذي لا يحتمل غيره. ولهذا كان السلف الصالح في صلاة التراويح يصلون 4 ثم يستريحون، ثم 4 ثم يستريحون، ثم 3، ومن ثم سميت التراويح من الراحة. نعم. شيخ حسن الله إليك، ذكرتم بأنه يمسح النوم عن وجهه 3 مرات. نعم. مع أن الحديث مطلق في لفظ آخر، ذكرنا أنه في لفظ آخر. نعم. إيش؟ نعم. لا، لا بد من ماء، هذا هو الظاهر. إيش؟ نعم. يسن قضاؤه بعد ارتفاع الشمس، ولا يصلى وتر، يصلى شفعا. لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. صلى ركعتين في الطريق،
كان يعني له أن يصلي في المسجد. نعم. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قضاه في الضحى خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلا لواسع أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. رحمه الله هذا كما قال رحمه الله وكما كان الناس يفعلون في عهده أن يوتروا بثلاث يعني بتسليم واحد. اللهم قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوتر حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبر قال ابن عباس خلصنا ما أدري لم نتكلم على الاضطجاع بعد سنة الفجر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله فجاء حتى جاءه المؤذن. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه ولهذا قال العلماء النوم ناقض للوضوء إلا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن من خصائصه أن نومه لا ينقض وضوءه لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. هذه الاستراحة النوم هل هي سنة أو واجب وهل هي مطلقا أو مع تفصيل كل هذا في خلاف. أشد ما قيل فيها ما اختاره ابن حزم رحمه الله أنها واجبة وأنه لو صلى الفجر قبل أن يضطجع لم تصح صلاته. فهمتم؟ يقول الاضطجاع بعد سنة الفجر واجب ولو أنه صلى الفجر قبل أن يضطجع لم تصح صلاته. هذا شديد يعني جعل الاضطجاع شرطا لصحة الصلاة واستدل بحديث لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها لكن هذا الحديث قال عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية إنه ليس بصحيح وأن الذي صح إنما هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. وإذا قلنا أنها ليست بواجبة وأن القول بالوجوب ضعيف بقي علينا هل هي سنة مطلقا أو في حال من الأحوال. يرى بعض أهل العلم أنها سنة مطلقة وكانوا يحدثوننا عن السابقين الأولين في هذه البلاد ولعله في غيرها أيضا أنهم إذا صلوا سنة الفجر في المسجد قام كل واحد منهم إلى جانب واضطجع تحقيقا لهذه السنة. وقال بعض أهل العلم سنة لمن له تهجد حتى يستريح بعد طول تهجده لأن هذا هو الحال الذي ينطبق على حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاضطجاع بعد سنة الصبح الأخ أين سنة متى سنة لمن كان له تهجد وطال تهجده فإنه ينام ليستريح. لكن مع ذلك إذا قلنا بهذا وأنها سنة بهذا القيد وخاف الإنسان إذا نام أن لا يقوم لصلاة الفجر فهنا نقول الاضطجاع ليس بسنة بل لو قيل إنه حرام إذا لم يكن عنده من يوقظه لكان له وجه. والخلاصة أن الاضطجاع بعد سنة الفجر السنة لمن
لمن كان له تهجد، وليس بسنة لمن لم يكن له تهجد. وفي أيضا في حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في بيته وهو كذلك حتى يأتيه المؤذن فيستأذنه للصلاة. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلا لواسع، أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. وهذا صحيح سبق الكلام عليه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية تأتي مثل هذه التقديرات 50 آية 30 آية 10 آيات، ومن المعلوم أن الآيات تختلف طولا وقصرا، وأن القراء يختلفون أيضا إدراجا وترتيلا. فعلى أي شيء يحمل؟ يحمل على الوسط، يحمل على الوسط، لأننا لا نستطيع الآن أن نقدرها بالأعلى ولا بالأدنى، فنقدرها بالوسط. وعليه فإذا صلى ركعتين كان مقدار سجوده فيهما كم من آية؟ 200 آية، هذا السجود فقط، والركوع اجعله مثل السجود تكون 300 آية الركوع والسجود فقط. القراءة أكثر، لأن حذيفة يقول أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء. اللهم صل وسلم عليه. نعم. باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا وأوصى به أبا ذر وأوصى به أبا الدرداء 3 من أصحابه. قال العلماء وإنما أوصاهم بذلك لأنهم كانوا يسهرون في أول الليل ثم لا يقومون في آخره. أما من ليس له سهر في أول الليل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشمودة وذلك أفضل. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي بسرعة. قوله كأن الأذان، الظاهر من المراد بالأذان هنا الإقامة، يعني يسرع حتى كأنه يسمع الإقامة الآن. وهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يسرع في ركعتي الفجر حتى أقول أقرأ بأم القرآن. فالسنة في سنة الفجر التخفيف، ارجع إلى قوله وكأن الأذان بإذنيه للفتح. قوله وكأن بتشديد النون، قوله بأذنيه أي لقرب صلاته من الأذان، والمراد به هنا الإقامة، فالمعنى أنه كان
في هذا دليل على أن الإقامة يطلق عليها اسم الأذان ولو كانت منفردة. وننتقل من هذه الفائدة العظيمة إلى أن بعض الإخوة توهموا في قول المؤذن لصلاة الفجر الصلاة خير من النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يجعلها في 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 الأذان الأول لصلاة الصبح، في الأذان الأول لصلاة الصبح. فتوهم بعض الناس الذين يحبون التمسك بالسنة لكن لم يتأملوا كثيرا، وقالوا إن الصلاة خير من النوم إنما يكون في الأذان الذي قبل الفجر، لقول الرسول الأذان الأول، وشنوا على علينا، شنوا على أن نجد على الحجاز، وقالوا كيف تجعلون الصلاة خير من النوم في أذان الفجر؟ وعليه بلال الأذان الأول. فنقول الأذان الأول باعتبار إيش؟ باعتبار الإقامة، لأن الإقامة هي الأذان الثاني، وهذا هو المتعين، لأنه قال إذا أذنت الأول لصلاة الصبح، ومعلوم أن الأذان لصلاة الصبح لا يكون إلا بعد دخول وقتها، والدليل على أن الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولا يمكن أن تحضر الصلاة إلا إذا دخل وقتها. فتبين وهم هؤلاء، وتبين أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون سريع الإنكار في أمور درج عليها الناس من أزمنة متطاولة. وهذا هو ما أريد أن أقوله الآن، الذي درج عليه الناس ومشوا عليه من أزمنة متطاولة لا تستمع في إنكار، تأمل، لأنه ربما يكون عندهم من العلم ما ليس عندهم. هذه واحدة. ثانيا، ما كان عليه جمهور العلماء أيضا لا تسرع في إنكاره، لأن جمهور العلماء إلى الصواب أقرب من الأقل، فلا تسرع في الإنكار. الآن بعض الإخوة الذين يتمسكون بالسنة تجدهم إذا رأوا حديثا شاذا عملا وشاذا رواية تمسكوا به، وتركوا الناس نسفوهم وراء ظهوره، مثل ما فعل بعضهم في حديث أن من غابت عليه الشمس يوم النحر ولم يطل طواف الإفاضة فإنه يعود محرما، ويجب عليه خلع القميص ولبس الرداء والإزار. قالوا هذا ولم يعرفوا أن أكثر العلماء بل بعضهم نقل الإجماع على أنه لا عمل على هذا الحديث، وأنه شاذ مع ضعف سنته أيضا. المهم أنني أحذر من مسألتين. المسألة الأولى، ما درج عليه الناس فلا تتعجل في إنكاره. أنا لست أقول لا تنكر، أقول لا تتعجل، تأن واطلب الأدلة ووازن بينها وابحث. الشيء الثاني، إيش؟ ما خالف ما عليه الجمهور لا تتعجل في الإنكار على الجمهور. الجمهور للصواب أقرب من الأقل، ولست أقول لا ترد عليهم أو لا تخالفهم، خالفهم إذا بان الحق، لكن تأن في الموضوع، ولا نستطيع أن نتدخل في النيات بحيث نقول كما يقول العوام إيش خالف تذكر، نعم، وكما يفعل بعض المحدثين في سياق الأسانيد أحياناً يغربون في سياق السنة، يعني يأتون بالغرائب علشان يذكرون، لكن ما نتدخل بالنيات، النيات عند الله عز وجل وإلى الله سبحانه وتعالى. لكن يجب على غالب العلم أنه إذا رأى دليلا يخالف ما عليه الناس أن لا يتسرع في الإنكار حتى يتبين الأمر. قد يكون هذا الدليل له ما ينسخه، أو عاما له ما يخصصه، أو مطلقا له ما يقيده،
أو مرجوحا ضعيفا أو ما أشبه ذلك اصبر. وهكذا أيضا نقول في مسألة أن مخالفة الجمهور. كذلك أيضا بعض الناس إذا رأى من فعل الصحابي شيئا يخالف ما عرفه الناس أنكر على الناس ما يعرفونه من أجل فعل هذا الصحابي المحتمل. أضرب لكم مثلا لرجل أنكر على شخصين دخل المسجد باب صلاة الجماعة فصلى يا جماعة فأنكر عليه إنكارا شديدا وقال هذا بدعة. لماذا؟ قال لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل المسجد وقد تمت الصلاة ومعه أصحابه فرجع إلى بيته ولم يقم الجماعة في المسجد. ولأن هؤلاء إذا أقاموا جماعة في المسجد توانى الناس عن حضور الإمام الراتب. فيقال أولا فعل ابن مسعود رضي الله عنه محتمل لأشياء لأنها قضية عين محتمل لأشياء وهو معارض بقول الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. هذا عام. ثم ابن مسعود قد روي عنه أنه أقام الجماعة بعد الجماعة الأولى في المسجد كما نقل الفقهاء عنه قولا. ثم إن رجوعه هل معناه أنه لا تجوز إقامة الجماعة الثانية؟ ما ندري. قد يكون هذا وقد يكون رجع لئلا يتوالى الناس إذا رأوا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يتأخر عن الجماعة تهاون به. وقد يكون رجع إلى بيته لئلا يظن إمام المسجد أنه إذا أقام الجماعة بعده لا يريد أن يصلي خلفه فيكون في قلبه شيء. فلا احتمالات متعددة. فلا يجوز أن نجعل هذا الفعل المتعدد رادا للسنة. هذا الفعل متردد الاحتمالات متعدد الاحتمالات لا يجوز أن نجعله رادا للسنة. ثم أنه أيضا في السنن أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بأصحابه فقال ألا رجل يتصدق عليه فيصلي معه فأمر أن تقام الجماعة أمر أو حث أن تقام الجماعة بين رجلين أحدهما نافلة صلاته نافلة ليست واجبة. فكيف يمكن أن الرسول يحث على إقامة جماعة صلاة أحدهما نافلة ونقول نمنع إقامة جماعة صلاة الاثنين واجبة؟ هذا لا تأتي به الشريعة. فالمهم أن من الناس من يتعجل ويخطئ. أما قولهم إن هذا يؤدي إلى توان الناس عن الصلاة مع الإمام الراتب فهذا صحيح إن اتخذناها عادة بحيث يكون هذا الرجل كل يوم يأتي ويقيم جماعة بعد الصلاة الأولى هذا نعم يمنع. أما شيء عارض جاء وقد انتهت الجماعة نقول لا صلوا جماعة نعم. القضايا العيان التي الخالية عن القول يعني مجرد فعل مجرد فعل يحتمل أشياء كثيرة مثل ما قالوا بعض الناس في كون الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس واستقبل الكعبة حين قضى حاجته. بعضهم قال هذه قضية عين يحتمل أن الرسول كان ناسيا يحتمل أنه كان معذورا وأن اتجاه المحاضر إلى هذا يحتمل أشياء كثيرة ما نفي. لكن هذه القضية العين إذا نقول الأصل انتبه هذه الاحتمالات. كل فعل فوق قضية عين يحتمل لكن أحيانا تكون احتمالات الأخرى مرجوحة لا يبعد بها. نعم ما هو صحيح ما أمن ما أمن
ما أمنيته. هل الثاني أم الأول؟ نعم. إيش؟ وإيش؟ نعم. يعني معناها رجل دخل وقد انتهى صلاة الإمام وفيه ناس يصلون قضاء، هل الأفضل أن يدخل معهم أو أن يصلي وحده؟ الأفضل أن يصلي وحده، لأن هذه الهيئة غير معروفة عن السلف. حدثنا عمر بن حفص، يعني الهيئة أن يدخل الإنسان مع المسبوق، هذه غير معروفة عن السلف. حدثنا هذا الأول، التنبيه الأول. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة أنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. فهم بعض العلماء هذا الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى كل الليل إلى السحر، ولكن الصواب أن معناها من كل الليل أوتر، من كل الليل أوتر، فيكون أوتر من أوله وأوتر من وسطه وأوتر في آخره. نعم. باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا أبي عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. في هذا دليل على التعاون على البر والتقوى، وأن الإنسان ينبغي له أن يحث أهله على أن يكون وتره في آخر الليل لأنه أفضل، لكن إذا كان يشق على المرأة أن توتر آخر الليل وأوترت أول الليل فلا يوقظها إلا نشاط الفجر، وأما إذا كان ليس هناك مشقة فالأفضل أن يوترها أن يوقظها فتوتر في آخر الليل. نعم. هذه واجبة مو مشروعة، لأن الصلاة الأولى ليست فريضة ما دامت قبل الوقت ولو بقدر تكبيرة الإحرام، فإن الصلاة غير معتد بها شرعا ويجب عليهم أن يعيد الصلاة، أن يعيد الصلاة، لكن يجب على من علم بحالهم أن ينبههم. ما يقول أبدا، يتوعدون أنه ما يصلون إلا إلا بعد طلوع الفجر. نعم. إيش إيش كيف يوصل بالإقامة؟ ما وصلنا، تعدينا أربعة، ما هي موجودة معنا. نعم. إيش إيش أين؟ لا صحيح أنه أنه لا يتابع، لأن الحديث الوارد في هذا ضعيف من حديث شهر بن حوشب وفي انقطاع أيضا، فالصواب أنه لا يتابع إلا في الأذان فقط. أي العموم ثم سألوا الله لوسيلة. هل الرسول إذا يقوم الصلاة هل هو يبقى يدعو بهذا الدعاء؟ من هنا تقام الصلاة تكبر،
بعد أن يسوي الصفوف. باب ليجعل آخر صلاته وترا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم، من أجل أن يوتر، أن يوتر ما قصر. فإذا جعل آخر صلاته بالليل وترا ثم قدر له أن يقوم فماذا يصنع؟ بعض العلماء يقول ينقض الوتر الأول فيصلي ركعة ثم يصلي ركعتين ثم يوتر، وهذا غير صحيح، لأن الركعة التي نقض بها الوتر بينه وبين الركعة الأولى فواصل أحداث، نوم، أكل، شرب، كيف تبنى الركعة هذه على الركعة الأولى؟ ثم على هذا القول يلزم أن يكون في هذه الليلة كم وتر؟ ثلاث مرات أو ثلاث مرات، فهذا قول ضعيف وإن كان بعض الصحابة يفعله. الثاني قال يصلي ركعتين ويوتر إذا انتهى من التهجد، وهذا أيضا ليس بصواب، لأنه يستلزم أن يكون فيه وتران في ليلة. والقول الثالث وهو الصواب أنه يصلي ركعتين ركعتين إلى أن يطلع الفجر، وهذا لا ينافي الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر حتى نقول إذا قمت من الليل فلا تصلي، بل قال اجعلوها وترا، وهذا الرجل قبل أن ينام جعلها وترا، لكن قدر له فقام يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوتر باب الوتر على الدابة. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن عوف عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. اللهم صل وسلم. في هذا دليل على ما ترجم له البخاري رحمه الله أن الوتر جائز على الراحل، ولكن أين يتوجه؟ يتوجه حيث كان وجهه، ولا يلزمه أن يتوجه إلى الكعبة بل حيث كان وجهه، وهذا في النافلة فقط، وهو دليل على أن الوتر ليس بواجب، كما هو القول الراجح أنه ليس بواجب لا في الحضر ولا في السفر، ولا على من له ود من الليل ولا من ليس له ود من الليل، هو من السنن لكنه من السنن المؤكدة. وفيه دليل على أنه ينبغي للعالم أن يتفقد أصحابه وينظر ماذا صنعوا، كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكما كان إمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه فقد أبا هريرة وكان يمشي معه في أسواق المدينة فقال له أين كنت؟ قال كنت جنبا فاغتسلت. فالمهم أنه ينبغي الإنسان الذي له مقام في قومه ومكانه أن يتفقده، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه دليل على جواز اليمين بدون استحلال كقول سعيد بلى والله لما قال له عبد الله بن عمر أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فإن قيل ما هي الأسوة الحسنة؟ قلنا الأسوة الحسنة هو الاقتداء به فيما فعل وفيما ترك. فهنا الأسوة الحسنة أن يوتر الإنسان على إيش؟
على بعيره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. نعم نعم انتظر انتظر. نعم. ايش؟ نعم. يعني نعم. 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 باب الوتر في السفر. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن ابن عمر انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ ايماء صلاة الليل الا الفرائض ويوتر على راحلته. هذا جواب زكي الا الفرائض. وقوله كان يصلي حيث توجهت يدل على انه يصلي الصلاة من اولها الى اخرها حتى في تكبيرة الإحرام يكون حيث كان وجهه.